كنا في المرة الماضية بدأنا في تفسير بعد ما أعطينا فكرة عن مدين بالتفصيل ومكانها وزمانها وعلى قضية زمانها. على فكرة القرآن رتب قوم نوح ثم قومين عاد ثم ثمود اللي هم قوم صالح ثم قوم لوط ثم قوم شعيب. بعدين بيجي موسى بعدين. الدليل عليه الدليل انه موسى يأتي بعدين اللي هو ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه. إذن صار مؤكد في النص القرآني إنه موسى عليه السلام جاء بعد مين؟ قوم شعيب. كمان مرة شوفوا الآية. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه. وتحدثنا عن معنى الملأ في المرة الماضية لما بدأنا بتفسير قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الملأ الذين استكبروا من قومه، من قوم شعيب. بينا معنى ملأ في الجزء الأول، إيش المقصود بملأ؟ وباختصار يعني خواص. وهذول الخواص خواص مين؟ قلنا خواص فرعون ولا خواص عمر بن الخطاب ولا حسب؟ كله بحسبه. تحدثنا فيها. قال الملأ الذين استكبروا من قومه، أي من قوم شعيب، لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. هذه على فكرة من الآيات اللي بيعتبروها العلماء مشكلة. مع أنه إذا بتلاحظون وين المشكلة؟ بيعتبروها من الآيات التي أشكلت وتحتاج إلى تفسير. وين؟ شوفوا وين بقولوا. طب ما هم الأنبياء متفق عليه بين العلماء أن الأنبياء قبل البعثة بيكونوا معصومين من الشرك، تمام؟ هذا متفق عليه بين أهل العلم إنه الأنبياء قبل البعثة معصومين من الشرك. طب كيف بيقول؟ لحظة. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قالوا هيو العودة. شو معنات العودة؟ الرجوع إلى المكان أو العمل السابق. العودة كيف انتم بتفكروا بالعودة إلى فلسطين، المكان اللي كنتوا فيه فلسطينيين مخرجين، بتعودوا إن شاء الله اللي بيحيا فيكم، مش هيك؟ العودة إلى المكان أو إلى العمل اللي كنت أنت فيه هذا. قال طيب ما هم الأنبياء أصلا عم بيقولوا لهم لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك، شو بعدها؟ أو لتعودن في ملتنا. ليش هم كاين شعيب مشرك؟ طب ممكن اللي آمنوا معاه ممكن كانوا مشركين، بس شعيب ما كانش مشرك لأنه قالوا له يا شعيب، بشك؟ والذين آمنوا أو لتعودن، إذا من ضمن المخاطبين مين؟ شعيب. وبالتالي اعتبروها هاي آية مشكلة، والكلام هذا الكلام غريب، لا في مشكلة ولا إشي، نشوف. في اللغة أنت ممكن تقول عاد إلى، وممكن تقول عاد في، وممكن تقول عاد عن. انتبهتوا؟ يعني حسب الفعل المستخدم. هذيك اللي ممكن تشكل عاد إلى، بس هون شو قالوا له؟ أو لتعودن في ملتنا، مش أو لتعودن إلى ملتنا. يعني لو كانت أو لتعودن إلى ملتنا، يعني ممكن توهم إنهم كانوا هم مشركين والآن بدهم إياهم يرجعوا إلى ما كانوا عليه. ولكن شوفوا ممكن بالعكس،
هلقيت نشوف عاد عن هو كان بده يفعل. لاحظوا كان فعل الفعل ثم عاد عنه. شو يعني عاد عنه؟ تراجع. اذا ضروري في العودة الرجوع الى شيء سابق. لا هو لاحظوا هو كان بفعل الفعل ثم يعود عنه. شو يعني يعود عنه؟ يعني تراجع عن الفعل. فاذا هم ببساطة هم بطلبوا منهم انه العقيدة هاي الجديدة اللي انتوا جيتوا اللي انتوا الان عليها بدكم تتركوها. اذا هم بطلبوا منهم يعودوا عن عقيدتهم. ومش بس هذا الطلب انه تعودوا عن العقيدة اللي كنتوا فيها اللي انتوا الان بفيها. اذا في عودة عن. زي واحد اسلم ثم عاد عن اسلام ارتد يعني. اسلم ثم عاد عن. طب ممكن يعود عن الاسلام يعني يرتد الى المسيحية. ممكن يرتد الى اليهودية. ممكن يرتد الى الوثنية. مش بالضرورة اذا فيها معنى العودة الى المكان او العمل اللي كان عليه. انما هو كان على عقيدة معينة يعود عنها. ولكن هذول طلبوا منهم طلبين. الطلب الاول انهم يتركوا العقيدة الجديدة يعودوا عنها. ومش بس هيك ولما تعودوا عنها بتدخلوا في ملتنا كمان. ما بقبلوش منهم اشي ثاني. او لتعودن كان ممكن تكفي على فكرة. او لتعودن يعني عن اللي بتقولوه والايمان اللي بتقولوه. لا في ملتنا وبتدخلوا فيها. تدخلوا فيها لنخرجنك يا شعيب والذين امنوا معك لنخرجنك يا شعيب والذين امنوا معك من قريتنا او لتعودن او طب العودة هاي عن العقيدة الجديدة وين بدها تكون؟ في ملتنا. تدخلوا في ملتنا مش الحق؟ تدخلوا في ملتنا. اذا فيش فيها اشكال. وين الاشكال؟ مين قال انه العودة دايما تعني انك تعود الى المكان او العمل اللي كنت فيه؟ مين قال؟ لا انت بتعود عن او بتعود فيه. فممكن واحد مثلا يرتد عن الاسلام فيكون في المسيحية. يرتد عن الاسلام فيكون في اليهودية. يرتد عن الاسلام فيكون في البوذية. هذولا لا بدهم اياهم يرتدوا عن الكلام اللي بيقولوه ويدخلوا في ملتهم هما. طب وايش الملة؟ ايش الملة؟ في ملتنا او لتعودن في. اذا فيش. اذا الحقيقة هو استشكال مخترع. هو استشكال. فيش اشكال هذه مع انها من الايات اللي بيسموها في القرآن ايات اشكلت. ايات اشكل. ما فيش اشكال. لا طيب اذا شعيب ما كانش في الشرك اصلا. هو متفق على انه الانبياء حتى في الجاهلية لو ما كانوش عارفين الحق بيكونوش على الشرك. نعم المقصود الشرك الاكبر. اساس قضية آية ادم. الشرك. نعم الشرك الاكبر. ومش بس هيك انه ممكن يكون الانبياء في قبل البعثة في مجتمعاتهم على عادات وتقاليد امتهم اللي لا تستنكرها الفطر. ولانه ما فيش دين بيقول لا. لكن موضوع الشرك ابدا. الشرك مجمع انه الانبياء. والان كيف ابراهيم عليه السلام لما القرآن ركز كثير وما كان من المشركين. تمام. الشرك الاكبر. ما هو عفوا الرياء شرك اصغر. الرياء شرك. بس احنا متكلم الان الشرك يعني عدم توحيد الخالق. وحتى المشركين كانوا بيعرفوا الرب الله المشرف على الكون كله بيعرفوه. بس كانوا يختلفوا في قضية. هم مشكلتهم وين كانت تكمن؟ انهم بيشركوا فيه وبيعتبروا انه له وكلاء بيقوموا مفوض لهم الله. وكلاء مفوض لهم. اما كلهم بيعرفوا الله. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون ايش؟ بيعترفوا انه الله. طب مين خلق السماوات والأرض؟ الله. طب وشو قصة ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله؟ إذا بيعرفوا الله.
لذلك الأنبياء في 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 قبل النبوة لا بيعرفوا الله بيعرفوش غيره. لكن إيش التفاصيل في المعرفة الله؟ وجدك ضالا فهدى، ممكن ما يكونش عارف بهدي، تمام؟ طيب أو لا تعودنا، إذن فيش إشكال في ملتنا. إيش الملة؟ قبل هيك لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا. القرية سبق ذكرنا فيها معنى الاجتماع، وهذا فصلنا فيه في التفريق بين قرية ومدينة، قرية ومدينة. إذا التقري، التقري إيش هو؟ التقري الاجتماع، الاجتماع من قريتنا، وانسوا موضوع قرية بالمفهوم المعاصر، من قريتنا أو لتعودنا، وفهمنا تعودنا، إذا فيش إشكال في ملتنا، حتى مش العودة عن كلامكم في أي ملة، عودوا عن كلامكم في ملتنا، في ملتنا. طيب إيش الملة؟ طب هي الملة الدين؟ ممكن بتفسر دائما الدين الملة الدين، لا، ما هو الدين، الدين فيه جانب عقائدي إخباري، ما هو العقيدة أخبار تصدق تصديق أخبار، والشريعة افعلوا لا تفعل طلبات إلى آخره، الشريعة ممارسة، إن الذين آمنوا وعملوا، هاي تلخيص عقيدة وشريعة، إن الذين آمنوا وعملوا، إيمان وعمل، إيمان اسمه عقيدة وعمل اسمه شريعة. الملة، الملة بالدرجة الأولى طبعا ما فيش عمل تقريبا إلا وإله أسس إيش؟ عقائدية. ولكن الملة بالدرجة الأولى، لاحظوا النظم والقوانين والعادات والتقاليد اللي بتحكمني وبتجعلني أمشي في هذا الطريق دائما، بحيث إذا تكرر، يعني ممكن أكرر أنا الأمر في حياتي والمجتمع يكرره، مثلا كيف عادتهم في الأعراس، عادتهم في إذا مستند إلى شيء ديني، عادتهم في الجنائز، عادتهم في كذا، عادتهم في كذا، ما يجوز الزواج، ما يجوزش الزواج، بتزوج خالته، بتزوج عمته زي اليهود مثلا إلى آخره. إذا لاحظوا القوانين، القوانين والعادات والتقاليد اللي بتحكم، شوف هاي ضروري كلمة بتحكم، اللي بتحكم وبيمشوا عليها الناس وبتتكرر في حياتهم، شو اسمها هاي؟ ملة. ما بكونش منظور فيها الى الجانب الاعتقادي بقدر ايش؟ ما هو لابد من جانب اعتقادي، بقدر ما السلوكي، الجانب السلوكي، القوانين الملزمة الضابطة المنظمة للحياة، كل هذه شو اسمها؟ ملة ابراهيم، ملة ابيكم. لانه سبق اذا بتذكروا قلنا بانه في اليهودية والمسيحية احيانا كان في تشريعات مقصود فيها تخريجهم، لانه كان عندهم اليهود ضلالات كثيرة، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم، هذا حرم عليهم طيبات وحلها مشان يخرجهم بطريقة هذا بصلحش لكل الامم، ومش هذه هي الملة السمحة، مش هذه هي الملة السمحة، بس ملة ابراهيم سمحة. اذا ممكن اجت شرائع في يوم من الايام حكمت شعوب معينة ليست هي الملة السمحة، لانه قصد فيها ايش؟ اما عقوبة لهم او بشد عليهم مشان يخرجهم. لذلك دائما رجعنا لملة مين؟ ابراهيم عليه السلام. هناك الملة اللي فيها شمايل وفيها سماحة، تمام؟ او لتعودن في ملتنا. والمقصود، ولذلك على فكرة هلقيت حتى نقرب الصورة شوي، انت ليش بتقول انه مثلا ملل؟ ليش بمل الواحد؟ ليش بمل؟ غالبا انتم بتملوا من التكرار، تكرار 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 تكرار، بتمل، تتجر، تتضايق، الملل. والطريق الممل على فكرة هو الطريق المسلوك اللي بروحوا بيجوا فيه الناس، ها لاحظوا. فليش بنقول قيود، قيود ونظم وقوانين بتحكم هذه الملة، واللي تتكرر الملة، الملة. فلما بيسب ملته بيسب شريعته اللي بتضبطه وبتخليه يسلك مثل هذا السلوك، واللي بقدرش يخرج هيك ولا هيك، تمام؟
وكأنها طريق، كأنها طريق مسلوك ما بيسلكه غيره، لا يمين ولا يسار. أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين، حتى لو يعني غصب عنا. إيش هالصلبطة هاي؟ مش هيك؟ ما هو الكفر له مناهج في الحياة، مش هيك؟ مناهج في الحياة وسيره قوانين وخاصة فيه. طبعا في ملة حق وفي ملة كفر، طبعا في ملل ونحل. طيب الآن مش ألفوا كتاب الملل والنحل شهرستاني؟ طيب